أهلا بكم في الحلقة الثامنة من برنامج الزراعة في منطقة جازان، وحلقتنا هذا اليوم تتحدث عن البرطيخ مع ضيفنا الدائم الدكتور عايل بن علي الأمير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور عايل. حدثنا دكتور عايل عن البرطيخ وعن الاحتياجات البيئية لزراعة البرطيخ في منطقة جازان والوقت المناسب لزراعته، وكم هي الفترة التي يحتاجها البرطيخ حتى ينضج، وما هي علامات نضج البرطيخ. شاكرين لك في الختام يا دكتور عايل تجاوبك مع أسئلة المزارعين والمهتمين بالزراعة في منطقة جازان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بالأستاذ ياسر الجعفري وبالمستمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إجابة على أسئلتكم عن زراعة البرطيخ، البرطيخ يعد محصول من محاصيل الفاكهة الصيفية، فهو يستعمل كفاكهة لذيذة مرطبة، ويتميز بقيمته الغذائية واحتوائه على نسبة من السكريات، وهو نبات عشبي موسمي منسطح يزرع ثماره في المناطق الحارة والمعتدلة. يذور البرطيخ وتدية وتغوص داخل التربة لمسافة ما بين 90 إلى 100 سنتيمتر، وتوجد معظم الجذور في عمق ما بين 45 إلى 60 سنتيمتر. الساق عشبية زاحفة تحتوي أوبار ومحاليق غير متفرعة، الأوراق مستديرة متبادلة الوضع على الساق، تحتوي على شعيرات بسيطة. الاحتياجات البيئية لزراعة البرطيخ: الحرارة، البرطيخ محصول صيفي يحتاج لموسم طويل جدا مع درجة حرارة عالية وشمس ساطعة، وخاصة خلال فترة الازدهار ونضج الثمار، والدرجة المثلى هي ما بين 25 إلى 35 درجة مئوية. الرطوبة: يتحمل نبات البرطيخ الحرارة والرطوبة العالية أكثر من الحبحب والشمام، ومواصفات الثمار التي تنجح في المناطق ذات الدرجة العالية أفضل من التي تنتج في المناطق الأقل حرارة. الضوء: يحتاج نبات البرطيخ إلى نهار طويل. التربة المناسبة: البرطيخ نبات عشبي تمتد جذوره عموديا في التربة لعمق ما بين 90 إلى 100 سنتيمتر، ولذا تنتشر زراعته في الأراضي الخفيفة بأنواعها مثل الطينية والرملية، ولا تنجح زراعته في الأراضي الثقيلة الصلبة أو الردية، وتعتبر الأرض الصفراء الجيدة للصرف والغنية بالمواد العضوية هي المثلى. أوقات زراعة البرطيخ: واحد، يزرع البرطيخ في فصل الصيف بداية من 21 مارس. اثنين، يزرع فصل الخريف بداية من 10 أغسطس. ثلاثة، يزرع في فصل الربيع بداية من 19 من شهر ديسمبر، وحسب توفر الاحتياجات البيئية لزراعة البرطيخ. النضج والقطف: تختلف الفترة اللازمة لنضج البرطيخ باختلاف التربة والظروف الجوية، وتنضج ثماره بعد حوالي 50 إلى 60 يوما من زراعته، وتستمر فترة الجمع للثمار ما بين 25 إلى 35 يوما تقريبا. علامات نضج البرطيخ مائي: واحد، تشقق قاعدة الثمرة أو الثمرة نفسها، وعند تمام النضج يمكن فصل الثمرة بسهولة عن الساق. ثانيا، تحول لون الثمرة إلى اللون المطابق للصنف المزروع. ثالثا، اكتساب الثمار رائحة عطرية مميزة.
رابعا بدء ليونة الثمار وطراوتها، مع ملاحظة الآتي: البرطيخ يسقى مرة واحدة بخلاف الدباء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.